الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد، اللهم احفظنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم. ليس لأحد إلا للإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا. فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث. وجميع الآثار في هذا إنما أمرت بقتاله ولم تأمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا. ولا يجهز. أحسن الله إليك. ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا أن يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم به اجمعين. اصلا الهنا شاننا كله، ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. اما بعد، قال الامام احمد رحمه الله تعالى: وقتال اللصوص والخوارج جائز اذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله ان يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر. اللصوص هم أهل عدوان على الأموال، ينتهبونها ويختلسونها ويعتدون على أموال الناس. فإذا بلي المرء بشيء من ذلك جاز له، إن عرض له لص أو لصوص جاز له أن يقاومهم وأن يقاتلهم دفاعا عن ماله وقتالا عن نفس قتالا عن نفسه. فاللصوص عداة على الأموال في الغالب، والخوارج عودات على الأنفس، مثل ما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يقتلون أهل الإسلام، يقتلون أهل الإسلام. فإذا عرض للمرء هؤلاء العودات من اللصوص أو الخوارج، وجمع بين اللصوص والخوارج بجامع العدوان، كلهم من أهل العدوان والإجرام. فإذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل، أي دفاعا عن نفسه ودفاعا عن ماله، بكل ما يقدر، أي بكل وسيلة يقدر فيها الدفاع عن نفسه ومقاومة شر هؤلاء وعدوانهم. قال: وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، لأن الذي جاز له في ما تقدم هو الدفاع عن نفسه، لكن طلبهم وطلبهم
اتباع آثارهم هذا قدر زائد عن الدفاع عن النفس، فليس له ذلك، إنما أمر ذلك للإمام وولاة الأمر. لكن إن عرضوا له، دخلوا على بيته، هجموا عليه في بيته، في مزرعته، في مكانه، يقاوم دفاعاً عن نفسه ويقاوم دفاعاً عن ماله، إن كان طلبهم للمال قاومهم، وإن كان طلبهم إزهاق النفس أيضاً قاومهم بكل ما يقدر. لكن إن هربوا، تركوا المكان، لا يطلبهم ولا يتبع آثارهم، يركض وراءهم، وإنما يبلغ عنهم، وتبقى بعد ذلك المسؤولية لولاة الأمر. ولهذا يؤكد هذا المعنى رحمه الله بقوله: إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا. يعني الذي يفعله هو مجرد المقاومة ودفع شرهم وعدوانهم على ماله، إن كانوا لصوصا، أو على نفسه إن كانوا من الخوارج، يقاوم ما استطاع، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا. فإن مات في المقاومة، فإن مات على يده في دفعه عن نفسه في المعركة، أي مات على يده هذا المعتدي خارجيا أو لصا أو قاطع طريق، فإن مات على يده في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعده الله، فأبعد الله المقتول. وإن قتل، أي هذا الشخص في دفاع عن نفسه، قتل هذا في تلك الحال وهو يدافع عن نفسه وماله، رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث. يشير رحمه الله إلى ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. من هذا الحديث أخذ الإمام أحمد ما ذكر رحمه الله بقوله: إن قتل هو في تلك الحال وهو يدافع عن نفسه رجوت له الشهادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأنت شهيد. وفي الأول قال الإمام أحمد: فإن مات أبعد الله المقتول، لأن في الحديث قال: هو في النار، أبعده الله، أي فهو في النار، كما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم يؤكد رحمه الله المعنى المتقدم، يقول: وجميع الآثار في هذا إنما أمرت بقتاله، ولم تأمر بقتله ولا اتباعه، إنما أمرت بقتاله. ولهذا في الحديث الذي مر في صحيح مسلم قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. فالأحاديث أمرت بالقتال، القتال هو الدفاع ومقاومة وصد للعدوان، فيفعل من ذلك ما يحصل به المقصود، ولم تأمر بقتله ولم تأمر باتباعه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية: أجمع المسلمون على جواز مقاتلة قطاع الطرق، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. فالقطاع إذا طلبوا مال المعصوم لم يجب عليه أن يعطيهم شيئا باتفاق الأئمة، بل يدفعهم بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفعوا إلا بالقتال فله أن يقاتلهم، فإن قتل كان شهيدا، وإن قتل واحدا منهم على هذا الوجه كان دمه هدرا.
وكذلك إذا طلبوا دمه كان له أن يدافع أن يدفعهم ولو بالقتل إجماعا إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. قال الإمام أحمد رحمه الله: ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا. يعني لو قدر أنه ضرب هذا اللص أو ذاك المعتدي الخارجي ضربه فسقط جريحا لا يستطيع المقاومة، ليس له في هذه الحالة أن يجهز عليه أي بالقتل. قال: وكذلك وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا أن يقيم عليه الحد، ليس له أن يقتله ولا أن يقيم عليه الحد مثل حد السرقة بقطع يده، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله أي الأمر أمر المسلمين فيحكم فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. قال: ولا نشهد على أحد ومن لقي الله، ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار. هذه المسألة المراد بها الشهادة للمعين من أهل القبلة، فمن رأينا عليه صلاحا وديانة واستقامة ولزوما لطاعة الله سبحانه وتعالى وبعدا عن الآثام والحرام نقول في شأنه نحسبه على خير ولا نزكي على الله أحدا، لكن لا نجزم بزكائه ولا نجزم بتزكيته. والله سبحانه وتعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. الله وحده هو المطلع على السرائر والقلوب، لكن إذا كان الظاهر صالحا نرجو لمن كان كذلك الخير، لكن لا نجزم بتزكيته. ولهذا يقول الإمام أحمد: نرجو للصالح ونخاف عليه. نرجو للصالح أي الجنة والفوز والرضوان، ونخاف عليه لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قال: ونخاف على المسيء المذنب أي من العقوبة والنار سخط الجبار سبحانه وتعالى، لكن لا نجزم أنه من أهل النار، لا نجزم أن العقوبة ستلحقه عقوبة هذا الذنب. قد يتوب الله عليه، قد يهيئ له من أسباب الصلاح والتوفيق. ولهذا يقول: ونخاف على المسيء ونرجو له الرحمة، رحمة الله. نخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله، لأنه قد يتوب، قد يفتح الله له من أبواب الرحمة والتوبة والإنابة ما يحصل به استقامته. وفي هذا المعنى الذي قرر وذكر الإمام أحمد وغيره من أئمة السلف يقول شيخ الإسلام: وهم أي أهل السنة والجماعة لا يقطعون لأحد من أهل القبلة لا بجنة ولا نار إلا من قطع له النص، إلا من قطع له النص، مثل العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم ممن جاء النص بالقطع لهم بالجنة. فالمعين الذي قطع له النص بالجنة فإن نشهد له بذلك، وما سوى ذلك نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. قال رحمه الله: ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله عز وجل يتوب عليه، والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا
فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد تستوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له. نعم، هنا يذكر في هذا الموطن رحمه الله تعالى أحوال الذنوب، وأن أهل الذنوب والعصاة على أحوال، وكل حالة من أحوالهم لها حكم يتعلق بتلك الحال. الحالة الأولى والأحوال أيضا التي يذكر رحمه الله تعالى أحوال العصاة يوم يلقون الله سبحانه وتعالى، فهم على أحوال. قسم، وهو القسم الأول، قسم يلقى الله بذنب يجب له به النار لكنه تائب من الذنب غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه، والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فمن لقي الله تائبا تاب الله عليه، من لقي الله تائبا تاب الله عليه. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في الحث على التوبة، وأنها موجبات الفلاح والنجاة من النار والفوز برضا الله سبحانه وتعالى. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فمن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا منه غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه، يتوب عليه وإن عظم الذنب وإن كبر. ولهذا ينبغي على العاصي المذنب مهما كان ذنبه ألا يقنط من رحمة الله ولا يأس من روح الله. يقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله سبحانه وتعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره مهما عظم الذنب ومهما كبر، ومن تاب صادقا مع الله في توبته غفر الله له ذنبه أيا كان ذنبه ومهما كان جرمه. فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قال: ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا. من لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا لا يكون مصرا على الذنب، بل يكون تائبا منه نادما على فعله. فإذا أقيم عليه الحد على ذلك الذنب في الدنيا كان إقامة الحد كفارة له. ولهذا الحدود جوابر، لأن فيها جبر لهذا النقص الذي حصل بارتكاب الذنب، فيسلم من العقوبة عليه في الآخرة. الحالة الثالثة قال: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد تستوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما كان من الذنوب دون الشرك بالله إذا لقي العامل به ربه مصرا عليه فحكمه أنه تحت المشيئة، أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا المعنى الذي هنا وفي الحالة الأولى جمع
بيان حكمي في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف. فمن وفى، هذا موضع الشاهد، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب ذا من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. فهذا الحديث في الجملة جمع هذه الأحوال الثلاثة للعصاة الذين معصيتهم دون الكفر بالله سبحانه وتعالى. قال: ومن لقيه من كافر عذبه الله، أي لقي الله وهو على الكفر، مات على كفره، فهذا عذبه الله ولم يغفر له، لأن من مات على الكفر لا مطمع له إطلاقا في مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمته، بل ليس له إلا النار يخلد فيها أبد الآباد، كما قال الله عز وجل: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه حاد الأرواح الذي دل عليه القرآن أن الكفار خالدين في النار أبدا، وأنهم غير خارجين منها، وأنه لا يفتر عنهم عذابها، وأنهم لا يموتون فيها، وأن عذابهم فيها مقيم، وأنه غرام لازم لهم. وهذا كله مما لا نزاع فيه بين الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين. نعم. قال رحمه الله: والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف وقامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون. قال: والرجم حق على من زنى، أي من وقع في فاحشة الزنا، وهي فاحشة تعد من عظائم الذنوب وكبائر الآثام، ويترتب عليها مفاسد عظيمة وشرور جسيمة. ولا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا. قال: والرجم حق على من زنى، والرجم حق على من زنى، أي أن يقام عليه هذا الحد إذا كان محصنا، أما غير المحصن فحده الجلد 80 جلدة، أما الزاني المحصن فحكمه الرجم. متى؟ قال: إذا اعترف أو قام عليه بينة، أو كذلك حصل لمرأة الحبل، أي حملت وهي غير ذات زوج. فإذا زنى المحصن كانت عقوبته الرجم. قال: وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون، أي الخلفاء الراشدون من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي شيء من البيان لذلك. ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عباس قال:
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر بن الخطاب وهو جالس على المنبر، على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، فكان مما أنزل عليه آية الرجم. قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. هكذا قال رضي الله عنه في خطبته: إذا قامت البينة، أي شهد أربعة برؤيته وهو يفعل هذا الجرم العظيم على الصفة التي جاء بيانها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صفة الرؤية لهذا العمل، أو كان الحبل، أي حملت وهي غير ذات زوج، أو اعترف، أو اعترف أي بأنه حصل منه ذلك. قال الآجري رحمه الله: فأما الرجم فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يختلف أهل العلم في ذلك أنه رجم ماعز بن مالك حين اعترف عنده بالزنا، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم امرأة غامدية اعترفت عنده بالزنا فرجمها، وقال صلى الله عليه وسلم لأنيس رجل من أصحابه، وقد ذكر له رجل أن امرأته زنت في قصة له طويلة، فقال: يا أنيس أغدو على امرأتي هذا، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم يهوديين زنيا، وقد رجم أبو بكر رضي الله عنه، وقد رجم عمر رضي الله عنه، وقد رجم علي بن أبي طالب شراحة وكانت قد زنت وهي ثيب، فجلدها يوم الجمعة ورجمها يوم السبت، وقال: جلدتها بكتاب الله عز وجل ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حكم ثابت عند فقهاء المسلمين، لا يختلفون أن على الثيب الزاني إذا شهد عليه أو اعترف بالزنا الرجم، رجلاً كان أو امرأة، وعلى البكر الجلد، لا يختلف في هذا العلماء، فاعلموا ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: من انتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساويه كان مبتدعاً حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. تقدم معنا الواجب تجاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون القلب سليما واللسان سليما، كما قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا هو الواجب تجاه عموم الصحابة. من طالت صحبته أو قصرت، من قلت صحبته أو كثرت، فكل من ثبتت صحبته له حق خاص على الأمة، وله قدر وله مكانة،
يجب أن تحفظ. ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ يطعن يعني فيه ويسبه أو يقلل من شأنه، أو أبغض أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ذكر مساويه أي شيئا من ما يظنه مساوئ، وهذا باب أيضا ينبغي أن نتنبه له، كما نبه على ذلك الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. كثير من ما يذكر في كتب التاريخ في ذكر بعض المساوئ في حق الصحابة أو فيما يتعلق فيما شجر بين الصحابة، كثير منه كذب، والضلال يبنون على هذا الكذب طعنا في الصحابة ووقيعة فيهم وتقليلا من شأنهم وانتقاصا من قدرهم. فالحاصل أن من انتقص أحد من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أو أبغضه أو ذكر مساويه كان مبتدعا، لأنه قلب الواجب تجاه الصحابة، الواجب تجاه الصحابة سلامة اللسان وسلامة القلب، فإذا انتقصهم وذكر مساوئهم هذا لم يسلم لسانه تجاه الصحابة، ومن أبغضهم لم يسلم قلبه تجاه الصحابة. والمطلوب سلامة اللسان وسلامة القلب، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نقل شيخ الإسلام بن تيمية في الصارم المسلول عن الإمام مالك رحمه الله أن في شأن الذين يسبون الصحابة، قال: إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يمكنهم ذلك فقدحوا في أصحابه، حتى يقال رجل سوء، لو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. وقال الإمام أحمد رحمه الله: إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام. لماذا قال فاتهمه على الإسلام؟ لأن الصحابة هم نقلة الدين وحملته وحماته، فإذا طعن في الناقل طعن في المنقول. وتقدم قول أبي زرعة الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. نعم. قال رحمه الله: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث التي جاءت: ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله: لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل: كفر بالله تعالى تبرؤ من نسب وإن دق، ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ، فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيره، ولا نتكلم فيه ولا نجادل فيه ولا نفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت، ولا نردها إلا بأحق منها. هذا بيان فيما يتعلق بالنفاق، النفاق بنوعيه الأكبر والأصغر. بدأ ذلك رحمه الله بقوله: والنفاق هو الكفر، والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا بيان من الإمام أحمد رحمه الله أن النفاق حقيقته إظهار للإيمان وإبطان للكفر، كما قال الله تعالى عن المنافقين: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وقال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فكفر النفاق هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، وهذا النوع الذي هو النفاق الأكبر. يوجد إذا صار الإسلام قوة وصار لأهله شوكة، ففي أول الإسلام لم يكن هناك إلا إيمان وكفر، لكن لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصار الإسلام قوة وصار لأهله شوكة ظهر النفاق، ووجد من يظهر الإيمان ويبطن الكفر. وبما سبق يعلم أن حال الناس مع الإيمان والكفر 3 حالات: الحالة الأولى إيمان في الظاهر والباطن، والحالة الثانية كفر في الظاهر والباطن، والحالة الثالثة إيمان في الظاهر وكفر بالباطن. وهذه الحالات ذكرها الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة، ذكر حال أهل الإيمان في 4 آيات، ثم الكفار في آيتين، ثم المنافقين في 13 آية. والنفاق النفاقان: نفاق اعتقادي الذي هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي هذا في القلب، والنفاق العملي في الجوارح. والنفاق الاعتقادي مخرج من الملة وموجب للخلود في النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والنفاق العملي مناف لكمال الإيمان الواجب، وليس ناقلا من الملة ولا موجبا للخلود في النار. وأهل النفاق الاعتقادي هم الذين لم يقم في قلوبهم إيمان بالله، بل قام في قلوبهم تكذيب للرسول وتكذيب لما جاء به عليه الصلاة والسلام، وبغض لما جاء به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والنوع الثاني من النفاق النفاق العملي، النفاق العملي. وفيه هذا الحديث الذي ذكر رحمه الله: 3 من كنا فيه فهو منافق، ومثله أيضا: 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهم فكان فيه خصلة من النفاق. هذا النفاق يسمى النفاق العملي، لأن حقيقة النفاق اختلاف الظاهر والباطن. فإذا كان اختلاف الظاهر والباطن يتعلق بالعقيدة فهو النفاق الأكبر، وإذا كان يتعلق بالعمل فهو النفاق الأصغر. يتعلق بالعمل يظهر أنه صادق وهو كاذب، يظهر أنه وفي وهو خائن، فهذا نفاق أصغر وليس مخرجا من الملة كما تقدم. ومثل النفاق الكفر، هناك كفر أكبر ناقل من الملة، وهناك كفر دون كفر في هذه الأحاديث التي ذكر رحمه الله، مثل من قال لأخيه كافر قد باء بها أحدهما، مثل لا ترجعوا بعدي كفارا، ونحو هذه الأحاديث. هذه الكفر هو كفر دون كفر، دون الكفر الأكبر الناقل من الملة. نعم. قال رحمه الله: قال: ومن الإيمان الاعتقاد بأن الجنة والنار مخلوقتان وقد خلقتا، كما جاء عن رسول قد خلقتا. أحسن عليك. قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا، ودخلت فرأيت فيها الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا،
فاطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، فاطلعت في النار فرأيت كذا ورأيت كذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. نعم، هذا الموطن يتعلق بالعقيدة في ما العقيدة في الجنة والنار، العقيدة في الجنة والنار، والإيمان بالجنة والنار يتناول أمورا منها هذا الذي ذكر رحمه الله تعالى أنهما مخلوقتان، لكن الإيمان بالجنة والنار عموما يتناول الإيمان بهما وأنهما حق، وهو يتناول أمور عديدة، لكن في الجملة يجمعها ما يلي: أولا، اعتقاد كونهما لا ريب فيهما ولا شك، وأن النار دار أعداء الله والجنة دار أوليائه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فكلما ذكر سبحانه الجنة عطف عليها بذكر النار، وكل ما ذكر أهل النار عطف عليهم بذكر أهل الجنة، تبيانا لما أعد في الجنة من النعيم المقيم لأوليائه ولما أرصد في النار من العذاب الأليم لأعدائه. الأمر الثاني، اعتقاد وجودهما الآن، وهذا الذي نص عليه الإمام أحمد في هذا الموطن بقوله رحمه الله تعالى: اعتقاد بأن الجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا، فاعتقاد وجودهما الآن. وهذا دلت عليه دلائل، منها قول الله تعالى في الجنة أعدت للمتقين، وقوله أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ومنها قول الله تعالى في النار أعدت للكافرين، وقوله أعتدنا لمن كذب بالساعة السعيرة، ومنها الأحاديث التي أشار إليها المصنف رحمه الله. قال صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا، طلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، طلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، طلعت في النار فرأيت كذا. هذا ورد فيها أحاديث عديدة أشار إليها رحمه الله تعالى إشارة مجملة. من هذه الأحاديث ما في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة أو أتيت الجنة فأبصرت قصرا، فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لعمر بن الخطاب، فأردت أن أدخله فلم يمنعني إلا علمي بغيرتك. قال عمر: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا نبي الله، أو عليك أغار؟ وأيضا ما ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر. ومثل ما جاء في الصحيحين حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. فهذه الأحاديث وأمثالها فيها إثبات أن الجنة والنار موجودتان، مخلوقتان، معدتان لأهلهما، والأدلة على ذلك كثيرة. الأمر الثالث، الإيمان بكل أوصاف الجنة التي جاءت في الكتاب والسنة، لأن كل ما جاء في الكتاب والسنة من أوصاف الجنة داخل في الاعتقاد بأن الجنة حق، أي بجميع أوصافها المذكورة في الكتاب والسنة. وأيضا الإيمان بكل أوصاف النار، فمن الإيمان بالنار الإيمان بجميع أوصافها الواردة في كتاب الله وسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الرابع من الأمور الواجب اعتقادها تجاه الجنة والنار،
الإيمان بدوامهما وبقائهما، ببقاء الله لهما، وأنهما لا تفنيان أبدا ولا يفنى ما فيهما. قال الله تعالى: في الجنة خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقال تعالى في النار: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وقال الله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وفي القرآن ثلاثة مواطن ذكر فيها تأبيد في ما يتعلق بالنار خالدين فيها أبدا. أما الجنة فكثيرة الأماكن جدا، لكن في القرآن ثلاث مواطن، هذان اثنان منها. ومما ينبغي أن يعلم هنا أن هذه العقيدة في الجنة والنار تثمر في العبد استعدادا بالأعمال التي تقرب إلى الجنة وتبعد عن النار. وفي الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فإذا آمن العبد بالجنة والنار وأنهما حق، وأيضا آمن بالصفات التي ذكرت للجنة والصفات التي ذكرت للنار، وجب عليه أن يعمل الأعمال والأقوال التي تقربه إلى الجنة، وأن يتجنب الأعمال والأقوال التي تقربه إلى النار. نسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد والصلاح والهداية. نعم. قال رحمه الله: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا يترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، ونفوض أمره إلى الله عز وجل. آخر الرسالة، والحمد لله وحده، وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما. هذه آخر ما ذكر هذا آخر ما ذكر رحمه الله في هذه الرسالة المختصرة. قال: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عن الاستغفار ولا يترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا أو كبيرا، ونفوض أمره إلى الله عز وجل. هذه أمور ذكرها رحمه الله في شأن من كان من أهل القبلة، من كان من أهل القبلة موحدا من أهل التوحيد، فيخرج من هذا الكافر المشرك. فمن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه، صلى عليه صلاة الجنازة ويستغفر له، يدعى له بالمغفرة ولا الاستغفار عنه، بل يستغفر المسلمين، يدخل فيه هؤلاء. عندما يقول قائل في استغفار وللمسلمين والمسلمات، يدخل فيه هؤلاء الذين هم من مات من أهل القبلة، القبلة الصلاة موحدا يصلي وهو على التوحيد، فإنه يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا يترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا. لكن لو ترك يعني بعض الأعيان وبعض أهل العلم الصلاة عليه، إذا
كان الذنب كبيرا زجرا عن الذنب الذي له استغفر له. قد جاء في من حديث جابر قال كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي على رجل عليه دين، فأتي بميت فسأل عليه دين، قالوا نعم عليه ديناران، قال صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة هما علي يا رسول الله، فصلى عليه. فلما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك دينا فعلي ومن ترك مالا فلورثته. وهذه المسألة التي أشار رحمه الله من مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه، هذه فيها الرد على الخوارج ومن سار سيرهم الذين يكفرون مرتكب الكبيرة، فهؤلاء لا يصلون عليه لأنه عندهم بكبيرته خارج منها، خارج من ملة الإسلام، فلا يصلون عليه. الحاصل الصلاة، وهذا الإجراء من الإسلام جل يتولى السرائر مثل ما قال الإمام أحمد في خاتمة كلامه، قال ونفوض أمره إلى الله عز وجل، أي لنا الظاهر والله عز وجل يتولى وبهذا ختم رحمه الله المختصرة القيمة الحسنى والصفات العليا، وأن يرفع درجاته وأن يجزي عموم علمائنا عنا خير الجزاء، وأن يرفع درجاتهم في عليين، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يلحقنا أجمعين بالصالحين من عباده. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام نشكر الله عز وجل على إتمام هذه الدورة المباركة، ثم نشكر فضيلة الشيخ عبد الرزاق العباد البدر على مشاركته في هذه الدورة طيلة الأيام الخمسة، ونسأله جل وعلا أن يبارك فيه وفي علمه، ونشكر جميع المشاركين من الأئمة والخطباء والمؤذنين وطلبة العلم، وننبه على أننا سنتواصل مع الأئمة والمؤذنين بخصوص شهادات حضور الدورة عبر الجروبات الخاصة بها، ونذكركم بدورة الأسبوع القادم النوازل الفقهية في الحج لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام شويعر يومي الأحد والاثنين من الساعة الرابعة إلى الساعة السادسة عصرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.